يخوض النصر حامل اللقب مواجهة صعبة أمام مضيفه الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الإحساء. وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى قمة الأسبوع 22 بين الهلال وجاره الشباب على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض. ويبحث الأهلي عن 30 نقاط جديدة يواصل بها الصدارة عندما يحل ضيفا على الفيصلي على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة. ويسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره عندما يستضيف الخليج على أرض مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.